تزيد انه جمهور يكون حاضر ويشوف بيفهم حساس هذا معمول به لو في تونس معمول به حتى البحر معنى معناتها كي تكون حصه ويكلوب راهي الحصه هذيك خاطر شوف راهو كي تحط الجمهور انت راهو مش كان الجماهير الاساسيه تجي تدخل انا نقول لك حاجه انا عندي شكون مشى يتفرج في المباراه نتاع الترجي التونسي وشباب التقيلوات يوم لحد الفات مع شكون مشى يتفرج في المباراه مباراه وديه وتخيل يتفرج في المباراه وعطل رؤية على الكروان وعلى كيف يشلعب الكروان وكذا مش معنى كده بمعنى أنه لو تبع حساس اللي هي مش تكون معناتها بازي على الديسبوزيتيف بتاعنا ولا على الكلافاي التكتيك بتاعنا ولا على الكرات الثابتة هذه زي ما تكون مسكرة وجماهير بالعكس زي ما تتفاهم الشيء هذا وزي ما تكون معنا بيت فما حساس أخرى اللي زي ما تكون أكيد مفتوحة للجماهير خاطر أنت كنت الجمهور لا لاعب ما فلاش أنا كنت الجمهور لاعب رقم واحد أنا كنت لاعب أنا كنت لما نلعب الجمهور ما فماش أنا بيت نكون ديموتيفي هذا أكيد أن اليوم الجمهور بالعكس عم يحبوه يكون موجود ما ثم حصص اللي هي حصص فيها الديسبوزيتيف تكتيك وفيها تفتو معناتها الميزاسيوس اللي مش هنلعب بيها من الأجدر الجمهور أكيد أن يتفاهم شيء ده خاطر اليوم الجماهير الشخصي يجي يدخل إكس ولا يجريك محسوب موش بالجماهير